بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رئيس الجمعية الوطنية المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي من معطوبين ومصطوبين وذوي الحقوق. اليوم رانا في وقفة جهوية أمام ولاية جلفة، نظرا لتعامل السلطات المحلية في تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية. تتمثل في 4 مراسلات. اخر مراسله كانت من مراسله وزير الداخليه الحالي، تؤكد عن 3 مراسلات اللي قبلها. نظن اليوم المطالب تاع الشريحه المتقاعده الجيش هي التكفل بالجانب الاجتماعي للشريحه هذه، فيما يخص السكن الاجتماعي وقطاع اراضي وسكن ريفي، وحتى فيما يخص يعني مراسم شغل بالنسبه للاخوه المصطوبين. اليوم انا نشوفوا بلي يعني الوقفه كانت معلنه عندها مده. في الوقت هذا يعني كاين سلطات اليوم راهي تهرب من المسؤوليه تاعها اتجاه هذه الشريحه، والمسؤوليه تاعها اتجاه تطبيق القرارات الصادره عن وزاره الداخليه بامر رئاسه الجمهوريه. اليوم راهي وقفه احتجاجيه وقادره تتحول الى اعتصام. راهم كاينين يعني هنا تقريبا 7 ولايات اللي محاضرين معنا في انتظار التحاق بقية الزملاء، وحنا نتمنى ان شاء الله يعني الوقفة هذه نتمنى على الاقل يكون لقاء رسمي ولقاء جدي، نطرحوا المشاكل والانشغالات تاع الفئة هذه، باش نلقاو حل نهائي وتسوية في اطار القانون ان شاء الله.